نمستي، انا غادة المراكبي. دي حلقات الهيلينج يوجا، اليوجا العلاجية. حلقة النهاردة احنا هنركز على عضلة الكوادز او العضلة الرباعية الامامية. اللي فوق من الركبة بتبقى فيها حتة ماسكة الركبة لحد فوق لحد المفصل بتاع الفخذ. طيب العضلة دي ايه لازمتها؟ العضلة دي من اهم اسبابها ان كل ما بتقوى كل ما بتحمي الركبة بتاعتي. لو حد عنده مشاكل كتير في ركبته احسن حاجة انه لازم يقوي العضلة دي. فالنهاردة ناخد واحنا واقفين، مرة تانية هعمل لكم حلقة واحنا قاعدين ممكن نقويها ازاي. طيب حلقة النهاردة هناخد في بوز مهم قوي في اليوجا بنسميه التشير بوز او وضع كرسي، او بالسانسكريت بنسميه اوتكاتاسانا. البوز ده مهم بيقوي عضلات الكوادز اللي احنا بنتكلم عليها. هنعمل ايه؟ بلمس صبعين رجلي لقدام، بلمسهم ببعض والكعب مفتوح سنه صغيره. واهم حاجه الركبه، لازم احافظ على ركبتي، فركبتي عايزاها تبقى فوق الكعب طول الوقت. فلازم لما انزل اقعد اللي هو وضع كرسي ده اخد بالي ركبتي ما تطلعش المشتي، حاول اخليها فوق الكعب على طول. واهم حاجه الهيب، الهيب باخده سنه لقدام علشان ورا الظهر، مش عايزه احمل على الظهر واخد الظهر لورا، فباخد دايما الهيب لقدام واخد ايدي بالراحه لفوق من غير ما اخد كتفي لفوق، باخد كتفي بعيد عن ودني والمس ايدي وبالراحه قوي بقعد لورا كاني بقعد على كرسي، بقعد لورا يعني ما باخدش الركبه لقدام، لا باخد الركبه اخليها فوق الكعب واقعد ورا وابص فوق سنه. ده بيشغل عضلات الكوادز. اول ما تقعدوا هتحسوا بالعضلتين دول شدوا جامد جدا، بيقويهم جامد. ممكن اغمض عيني واركز في النفس، او لو انا بالنسبه لي لما بغمض عيني ببقى فيه التشالنج شويه لان انا ابقى التوازن بتاع الجسم هفتح عيني. اهم حاجه ابقى مركزه على النفس بتاعي. ممكن عايزه ازودها على نفسي، صعب على نفسي مع الوقت، اقعد سنه تحت زياده. زي ما اتفقنا دايما الظهر في سنه، كاني بعمل بوينتنج، بشاور باللي تحت بالظهر بالعصعوص اللي بنسميه. بعدين اقوم بالراحه قوي وادور ايدي. ده تمرين مهم جدا وحلو قوي للعضلتين دول. طيب ممكن ناخد تمرين تاني، بفتح رجلي السنه شويه اكتر من العظمتين بتوع الهيب، وسنه باخد مشتي لبره سنه صغيره. بعدين تاني بقعد لورا كده، بقعد على كرسي كل مره دايما بقعد لورا، باخد ايدي هنا وابتدي اخد كعبي فوق وتحت مع النفس، كله مع النفس، كعبه فوق. تاني مره كمان، ممكن كمان اعمل مره ومره، المره بيطلع المره التاني، المره ده المره ده، هحس على طول، هحس ان هما شادين، هحس بالعضله بتشتغل. انزل كعبي، ممكن امسك هنا برضو نفسين ثلاثه خمسه، كل ما بزود كل ما بزود الفتره اللي انا ماسكه فيها العضله كل ما العضله بتقوى. وبعدين انهيل اطلع فوق بالراحه قوي واضم رجلي واريح كده. انا اشتغلت على العضله كويس. لو احنا ركزنا نلاقي ان كل فيديو احنا بنركز على جزء من الجسم عشان يحمي المفصل اللي في المنطقه دي ويقوي العضله اللي هي موجوده في المنطقه اللي احنا بنشتغل عليها. يعني لو كل يوم ولو دقيقتين ثلاثه اشتغلنا على منطقه واحده هعمل بالانس توازن في الجسم، وكاني بحمي جسمي وعمله صيانه دايما. دايما نقول الوقايه خير من العلاج، فاحسن لنا لازم دايما نفضل شغالين على مناطق المختلفه في الجسم. دقيقتين او ثلاث ايام في اليوم هيخلوا مش محتاجه اروح لدكاتره ان شاء الله. يا رب حلقه النهارده تكون عجبتكم. ونمستي.